أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج دردشة مع هند معانا النهاردة ضيوفنا المخرج الشاب السعيد الشربيني نرحب بيك مرحب بيك أستاذ هند ومعانا الفنان الصاعد محمد البنا أهلا بيك أستاذ محمد أهلا بيك أستاذ شرفتونا النهاردة آه... هت... هنتكلم مع الأستاذ سعيد وعايزينك تعرف نفسك يا استاذ سعيد اتفضل. ااا آه سعيد الشربيني ااا آه خريج اعلام جامعه تكساس. آه رئيس مجلس اداره آه شركه آه نجوم ميديا للانتاج الفني والسينمائي. ورئيس مجلس اداره الاكاديميه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا. آه تعرفنا بنفسك استاذ محمد. آه محمد ابراهيم آه حافظ بن سويف. آه شهره محمد الشويحي. وحبيت اني اجي هنا من على طريقكم انتوا والاستاذ فاضل سعيد. الله يخليك يا محمد. وربنا ان شاء الله يوفقنا الحمد لله يعني. اهلا بكم يا جماعه شرفتونا عايزين نتكلم مع الاستاذ سعيد الشربيني طبعا ونعرف منك يا استاذ سعيد بدايه مشوارك الفني. انا ابتديت السنه اللي فاتت اول ما ابتديت كان معايا استاذ مصطفى بكري اشتغلت فتره مع استاذ مصطفى بكري مساعد مخرج. واشتغلت مخرج منفذ آه رمضان اللي فات عملت آه اعلان وان شاء الله في رمضان ده هنبدا نصور في مستشفى 2020 ان شاء الله بدات ولا لسه هتبتدي في المسلسل لا احنا صورنا كام حاجه ولسه باقي التصوير يعني شغالين فيه ان شاء الله تمام استاذ محمد كنت عايزه اتعرف يعني اتعرف منك بقى على دي موهبه ولا ده حلم ولا الحكايه ايه كلمنا عن نفسك هو موهبتي في التمثيل كان حلمي معايا وانا صغير جدا. كنت احب ان انا اعمل افلم على اهلي ووالدي وكده امثل عليهم اي دور ان انا تعبان او كده علشان خاطر ما اروحش المدرسه وكده. فكان حلمي ان انا اطلع ممثل. اكتشفت نفسك ان انت ممثل من, من الحوارات من اللي انت بتعملها في البيت يعني. في البيت. تمام <applause> انا ممكن واحد يمسك ايدي اقول له قلبي وأعمل نفسي ان انا تعبان جدا. يصدقوا. <applause> يصدقوا يجروا بيه على المستشفى خلاص. اروح الدكتور يعرف ان انا فعلا تعبان. باين على شكل تعبان. طب فحبيتها. دي دي كانت موهبه ولا انت يعني كنت شايف ان انت بتعمل حوارات عشان تهرب من حاجه دي ولا دي موهبه؟ دي موهبه عندي ان انا اعمل تمثيل على اي حد. تمام امثل دور على اي حد، حاجه مش عاجباني امثل على اي دور. فحبيت ان انا أنمي من نفسي على طول لحد ما كبرت واشتغلت في مجال المقاولات. يعني انت اصلا يا استاذ محمد شغال في مجال المقاولات. أنا مجال شغلك, شغلك ملوش دعوه بموضوع السينما وال... هي موهبه لا. هي موهبه اوكي تمام فحبيت ان انا انمي واطور من نفسي اكتر عملت ايه بقى عشان تنمي من نفسك وتطور من نفسك اتجهت للتدريب في ورش وكده لحد ما اتجهت اخذت ورش التمثيل اخذت ورش يعني. التمثيل مع المخرج العظيم الاستاذ مصطفى جمال بكري تمام وخدت معاه فترة تدريب تحياتنا للمخرج يعني مصطفى بكري طبعا مخرج الشاب معروف ربنا يوفقك استاذ مصطفى اتفضل فالحمد لله اتدربت معاه ودربني ازاي اقف قصاد الكاميرا و وطلع موهبه من عنده هو فعلا صراحه طب هو الاستاذ مصطفى لما رحت له يا محمد وقلت له ان انت عايز تاخد ورشه اللي انا اعرفه عن الاستاذ مصطفى ان لو في شاب يتقدم للورشه وهو مش موهوب ما بيشتغلش معاه ما بيقبلوش معي. ما بيقبلوش انا ده اللي انا اعرفه عن الاستاذ مصطفى أوه. يعني الاستاذ مصطفى اشتغل معاك فعلا ونمى الموهبه عندك نمى الموهبه لان انا ساعه ما رحت قال لي طب تب... ايه أعرفك ان انت ممثل عملت عليه حوار ومثلت عليه فعلا وبتعبيرات الوش وكده فقال لا انت ممثل بس انت عايز تتنمى اكتر ايوه يعني تاخد تدريبات بقى وتشتغل آه. على نفسك يعني اه بدا يشتغل معايا اكتر ويدربني اكتر لحد ما طلع الموهبه فعلا خلالي. محمد نزل معانا تدريب فتره استاذ آه مصطفى دربه طبعا كويس جدا آه اخذ معانا اكتر من ثلاث شهور تمام آه طب يا استاذ سعيد معلش اقطع حضرتك يعني ثلاث شهور شايف ان الثلاث شهور كفايه تدريب إن الموهبة تتنمى وإن هو يشتغل وإن هو يبدأ يعمل أدوار ما على حسب مش كل واحد ممكن واحد ياخد معايا سنة شخصيات مختلفة بالضبط يعني. بالظبط ممكن واحد ياخد معايا شهر ممكن واحد ياخد معايا اثنين بس محمد أخد معايا ثلاث شهور تمام محمد أخد معايا ثلاث شهور تمام لولا ما بقى بقى مؤهل إنه يشارك في حاجة مع أستاذ مصطفى بكري تمام طب إحنا سؤالنا بقى لحضرتك يا أستاذ سعيد طبعا أنا يعني أعرف إن اللي بيدخل مجال الإخراج أو التمثيل بتقابلوا صعوبات بتقابلوا مشاكل عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن الصعوبات اللي قابلتك او المشاكل اللي قابلتك في مشوارك الفني طبيعي اي حد بيقابله مشاكل في حياته في اي مهنه بيشتغلها ده اكيد اي طبيعي. مهنه فيها مشاكل وبتقابلك صعوبات الطبيعي انا بس الصعوبات الاكتر في مجال التمثيل ومجال الاخراج لان دي حاجه مش سهله تمام انا اشتغلت يعني فتره مع استاذ مصطفى وما زال برضه شغال معاه فاحنا شغالين مع بعض انا ما بروحش مثلا بره ولا كذا لا انا بشتغل مع استاذ مصطفى فاحنا مش شايفين ان في مثلا مشاكل بتقابلنا ولا الكلام ده طب كويس والله الحمد لله الحمد لله يعني فضل ربنا طيب كنا عايزين يا استاذ محمد يعني تكلمنا عن دور عملته حاجه شاركت فيها حضرتك شاركت شاركت في اكتر من عمل شاركت في فيلم قصير مع الاستاذ مصطفى بكري مصطفى بكري اي شاركت معاه في الفيلم ده كان فيلم قصير مهرجان اسمه الدولي واشتغلت معاه فكنت طالع بدور كويس الحمد لله وقربت فيه طب ما تكلمنا عن الـ عن الـ عن الدور اللي انت عملته يعني دور في فيلم ايه كنت عامل دور حراسه لشخصيه مهمه جدا مقابله وزراء والكلام ده في فيلم ايه بقى في فيلم لحظه ندم لحظه ندم مع المخرج الشاب مصطفى بكري. اه. صح؟ تمام. لحظة ندم. لحظة ندم. طيب كلمنا عن الدور. الدور بتاعي ان انا كنت زي انا كنت ظابط حراسات خاصة بس كان لبسي كله مدني أأمن المهم ان انا أأمن الهدف اللي انا مرغوب ان انا أأمنه ده ما يتحركش في اي مكان الا بخطوات. مني انا نمشي مع بعض لازم امن يعني يعني اللي انا فهمته ان انت ظابط حراسه بس أوه. مش لابس آه لا آه مش لابس ميري مش لابس ميري لابس أوه. ملكي عادي لابس يعني عادي. عشان محدش حدش يعرف ان انت ظابط يعني في دور دام متنكر دام يعني ولا ايه؟ بالظبط عشان ما حد هو شخصيه مهمه بتقابل وزراء بتقابل حاجة اه فانت ملازمه يعني ملازمه طول الوقت طول الوقت اي مواعيد بتتجه ليه هو ده فيلم, ده فيلم لحظه ندى ده فيلم لحظه ندى طب حاجه ثانيه عملت حاجه ثانيه؟ اشتغلت مع مخرجة في مسلسل عادي عملت فيه خمس حلقات كان بيتذاع على قناة صوت مصر وكده واشتغلت معاها في أدوار مرة طلعت صعيدي طب هنكمل كلامنا بعد الفاصل معنا فاصل ونعود لكم تاني إن شاء الله رجعنا لكم تاني ونكمل حديثنا مع محمد البنا كلمنا بقى محمد عن المسلسل اللي انت كنت بتتكلم عنه اللي هو اسمه ذكاء آه آه انثى تمام تمام كده؟ تمام طب كلمنا بقى عن الدور اللي انت كنت عامله في المسلسل المسلسل آه ده حلقات منفصله اه يعني مش ده. مش مش 30 حلقه مستمره او بتحكي نفس الحكايه لا آه كل يوم حلقه جديده حلقه تختلف عن الثانيه ايوه ايوه يعني في حلقات يعني انت عملت تقريبا كده كام دور فيها انا عملت ااا آه خمس حلقات بخمس ادوار بخمس مش دور أدوار واحد مختلفة. اه تمام تكلمنا طيب عن الشخصيات اللي انت عملتها آه، شخصيه كنت طالع فيها رجل اعمال تمام آه، رجل اعمال فكانت عاني زايغه شويه وبتاع فلوس والكلام ده اه اه الدنيا طبيعه البشر كده تمام وعملت دور صعيدي ان احنا هنتكلم على, على الطار والكلام ده ازاي ان احنا نهدي الدنيا ما فيش ما فيه دم والكلام ده كله تصلحوا يعني اه وتكلمنا برضو على الدجل والشعوذة والنصب والكلام ده ادوار حلوه خالص يا محمد وادوار مختلفه آه، يعني حلوة. ادوار انت بتلخص فيها الادوار اللي بيعملها المسلسل يعني اللي, آه، اللي بيعملها جدا. الممثل في كذا حاجه في كذا يعني. حاجه في كذا مسلسل في ك... انت لخصته في مسلسل واحد مسلسل واحد ايوه عملت خمس ادوار ما شاء الله طيب نكلم الاستاذ سعيد بقى كلمنا استاذ سعيد عن الاعمال بتاعتك يعني حضرتك ايه الاعمال اللي انت عملتها او اللي انت بتشتغل فيها حاليا دلوقتي احنا دلوقتي شغالين في مستشفى 2020 اه كمان عملنا فيلم اسمه الطيب بطولة الفنان عيد ابو الحمد وعملت اه وعملت طبعا طلعت مخرج منفذ مع استاذ ممكن باجرين. تكلمنا بقى عن مسلسل 2020 شوقتنا ليه؟ والله انا يعني هو هيبقى مفاجاه يعني وطبعا يا جماعه طبعا من ضمن من ضمن المفاجاه أيوة. طبعا اللي هتكون معانا استاذه هند طبعا مشاركه واخده دور معانا طبعا برضو في حرقت المفاجاه على فكره يا استاذ سعيد ايه كانت مفاجاه <applause> للجمهور حرقتها <applause> وصورنا الاعلان في رمضان اللي فات يعني بالتوفيق ان شاء الله, الله ويا رب يا رب نشوف احسن مسلسل الله شاء الله ان شاء الله في رمضان طبعا معاكم استاذه هيم ده هيكون آه مسلسل حلو حضرتك منورانا طبعا <applause> <حضرك منورنا طبعت> تسلم لي الله يخليك يا رب معنا اتصال احمد الو السلام <applause> عليكم السلام ورحمه الله اتفضل <applause> يا فندم اتفضل سامعاك يا استاذ احمد اتفضل انا هتكلم بقى اكلم الاستاذ سعيد اتفضل حضرتك اتفضل يا استاذ سعيد معاك سامعك معاك سمعك يا فندم سامعك يا فندم اتفضل انا من اشد المعجبين بيه والله حبيبي ربنا يخليك يا فندم الله يخليك حبيبي يا استاذ سعيد الله يخليك يا فندم ع... عارف مين معاك اه عارفك اكيد يا فندم حبيبي صالح ابو كيف حبيبي حبيبي معانا استاذ صالح آه معانا استاذ صالح, آه صالح آه اولا أبارك لك على الزواج ان شاء الله سعيد وربنا يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله الله يبارك لك يا استاذ سعيد الله يخليك. ألف ألف مبروك يا عريس. الله يبارك لك. ألف مبروك فيك ربنا يسعدك يا رب. الله يبارك فيك يا فندم. ربنا يسعدك. ألف مبروك. بنهنيك بالجواز رب. رب والله. ربنا إن شاء الله يكرمك ويرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله. بنشكرك على مداخلتك وألف ألف مبروك ليك. نكمل مع الاستاذ سعيد عن اخر عمل او اللي انت شغال فيه دلوقتي اللي هو مستشفى 2020 المسلسل بتجهزه لرمضان إن, إن, يعني ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين هيتذاع في رمضان يعني ان شاء الله وطبعا الأستاذ محمد مشترك طبعاً. فيه اه طبيعي ان شاء الله <applause> مشترك فيه ان شاء الله تبقى مفاجاه الموسم ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه لك يا استاذ محمد والشيء <applause> <والمشارة تصفيق> ان شاء الله الله يخليك يا رب استاذ محمد عايزك تكلمني عن دورك في مسلسل مستشفى 2020 /20. دي خليها بقى مفاجاه علشان تبقى مفاجاه للجمهور مش عايز تحرق الدور يعني عايزين نحرق بقى المفاجاه وبعدين انت حضرتك معانا الاعلاميه هند معانا هي المفروض أنتوا بصراحه المسلسل أنت المسلسل حرقت كله لا يعني المسلسل اول المسلسل كله مش هينفع نقول حاجه عليه دلوقتي خالص ما انت خلاص حرقتوا المفاجاه ان انا موجوده معاكم يا <applause> سعيد المسلسل كله برضو تبقى مفاجاه للكل باذن الله موفقين ان شاء الله الله يخليك طيب كلمنا بقى عن الحوارات اللي كنت ابتدينا بيها ان انت كنت بتعمل حوارات عشان عايز توصل ان انت عندك موهبه هو حلم انا الحلم ده كنت شايفه صعب جدا كنت شايفه فعلا صعب وفي نفس الوقت بدعم اهلي والدي ووالدتي الله يبارك لهم. هو ده اللي انا كنت لسه هسالك فيه يا محمد، حد دعمك ان انت توصل ولا حد قال لك يا ابني ده مشوار صعب يا ابني خليك في شغلك يا ابني طبعا الاهالي بتتكلم كده الاول من وجهه نظرهم ان ده حلم عرفه. بعيد او مش هتعرف توصل الاول اهلي ما كانوش يعرفوا. والد والدته واخواته ما كانش يعرفوا عشان كنت خايف ان هما يمنعوني عن حاجه زي كده انت عارف ايه الرياف والكلام ده يقول لك عادات وتقاليد وعيب وكده فمع الدعم من والدي لما تفهموا الموضوع بقى يدعمني اه ده حاجه كويسه جدا ان والدك يقف معاك يعني اللي انا اعرفه او اللي انا بشوفه إنه يقول له لا ده كلام فاضي آه ده كلام فاضي فارغ خليك في شغلك معلش يعني اتعلم لك صنعه خليك في اعمل لك مشروع كده يعني آه لكن ان والدك يدعمك ويقف معاك دي حاجه كويسه جدا والدي يدعم دعمني بعد ما عرف ان انا باخد ورشه وكده بقى يدعمني واهلي يدعموني واصحابي وصراحه يعني لما اكرمت في فيلم لحظه ندم اهلي بقى يدعموني و وعمامه واصحابه بيركوله كده لا طب كمل كمل ربنا يكرمك وتطلع حاجه كويسه تمام عشان اشرف اهلوا طب, أهله طب لما عرفوا ان انت اشتركت في في مسلسل هيتعرض في رمضان كان يعني رايهم ايه يا محمد او كلموك قالوا لك ايه يعني انت بخلاص بدات ان انت تحط رجلك على بدايه اول المشوار ولا قالوا ايه هم قالوا لي انت كده بدات في الصح ابدا وكمل للاخر لحد ما ربنا ما يكرمك ما فيش طريق أي طريق في الدنيا علشان تمشي فيه لازم يقابلك حط قدامك هدف طبعاً هدف وأصر على الهدف اللي أنت عايز توصل ده إن شاء الله هتوصل له بس كله بأمر من الله يعني مش مثلا أنا عايز إن بس أنت بتجتهد بقى طبعاً مش لما يقابلني شوية صعوبات أقول لا ده مستحيل لا أنا أنا كنت بحلم حلم مش هيتحقق لا. ويأس بقى لكن أنت كملت اه وطبعاً بتشجيع والدك ووالدتك طبعا لازم تشكرهم على الهوا وتقدم لهم اهلي دول لهم كل الشكر والتقدير أنا مهما فضلت اشكر فيهم واتقبل يد ايديهم ورجليهم قدام الناس كلها مش أرد هرد 1% من اللي هم كانوا بيعملوا معايا سوره التكريم اه دول ليهم عندي يعني ربنا يكرمني واسعدهم وشرفهم واتشرف بأهله واتشرف بأهل بلدي وكده وانفع بلدي في نفس الوقت ربنا يوفقك يا محمد انت شخصيه محترمه وربنا الله يوفقك وإن, الله. وان شاء رب العالمين نشوف نجم كده باذن الله نجم سينما وتلفزيون يا رب ان شاء الله ان شاء الله. الله يا رب طيب يا استاذ سعيد معانا صوره لمحمد البنا وانت بتتكرم طب كلمنا محمد عن الصوره دي كانت امتى والتكريم ده كان عن ايه التكريم ده كان على الفيلم القصير اللي احنا عملناه فيلم لحظه ندم لحظه ندم ده المخرج مصطفى بكري والمخرج والمخرج المخرج مصطفى بكري والمخرج, والمخرج علاء نصر والمخرج علاء نصر ايوه والفنان محمد صلاح والفنان محمد صلاح والفنان محمد البنا حفل التكريم دي الف الف مبروك يا محمد على التكريم الله يبارك فيك يا نكلم بقى الاستاذ سعيد عايزين نعرف منك يا استاذ سعيد لما يعني لما يجي لك شاب كده عايز يدخل معاكوا الورشه تمام هو كل تفكيره او دماغه هو ما عندوش موهبه او ما عندوش حلم زي محمد بنقبلهوش. او غيره وهو كل تفكيره أنه عايز يبقى ممثل مشهور او عايز يوصل لحاجه معينه في الدنيا لا الماوم. هو لو مش موهوب ازاي؟ لا لو مش موهوب احنا ما بنقبلهوش بيبقى جاي باين عليه الموهوب بيبقى باين والمش موهوب بيبقى برضه باين في اللي جاي طبعا اللي هو هدفه ان هو مثلا فلوس وما عندوش موهبه الكلام ده لا ما ما بنقبلهوش طب يا سعيد عايز اسالك سؤال اتفضلي انت حققت احلامك <applause> كلها ولا جزء منها؟ يعني انت كان في دماغك وانت لسه بتبتدي حياتك كده انا حلمي كذا انا عايز اوصل لده وصلت له ولا وصلت لجزء منه؟ هو حتى يعني اه بصي يعني انا ابتديت تمام بس لسه اللي انا عايزه مصطفى لووش اه انا بس لسه ببتدي علي. اه بس علي انا بس لسه, عن لسة ببتدي اه انا لسه ببتدي انا لسه ما عملتش حاجه في حياتي آه بالمناسبه انا لسه عندي 23 سنه تمام الحمد لله يعني تمام آه لسه ببتدي يعني اسست اكاديميه واسست آه شركه انتاج انا واستاذ مصطفى بكري بس بالنسبه للي احنا عايزينه لا احنا لسه ما عملناش حاجه مش ده اللي احنا عايزينه لسه بقى لسه في عايزين تبقوا مخرجين طبعا معروفين ولكوا اعمال معروفه ده, 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 اكيد ولسه بقى في حاجات تانية برضو في دماغنا احنا لسه اهداف لسه برضو قدامنا احنا بنسعى ليها عشان نوصل لها طيب يا استاذ سعيد انا عايزه منك رساله توجهها للشباب توجه رساله للشاب اللي عنده هدف وعنده حلم ودايما يقعد يقول لا ده انا حلمي صعب ان انا اوصل له هدفي بعيد قوي ان انا اوصل له انا عايزاك توجه رساله للشباب هما كلمتين حقق حلمك حقق حلمك ده برنامج <applause> اللي هو بقى ايه اسعى اسعى لحلمك إيه صدق حلمك صدق حلمك سوري انا قلتها طيب يعني انا إيه صدق انا عندي صدق حلمك. صدق حلمك انا عندي حلم عايز احققه لي اسعى ليه اسعى ليه اسعى ليه اسعى ليه وقدامنا يعني نماذج 23 سنة شاب طبعا بيبتدي حياته وصل اللي وصل له يعني أنا أسعى وأعمل وحد وقف جنبك يا أستاذ سعيد ولا أنت اللي عملت نفسك بنفسك لا أنت والله أنا, أنا, نفسي بنفسي ما حدش وقف جنبي ولا ما حدش ساعدني طبعا بعد الفضل لأبويا وأمي طبعا وأخواتي يعني طبعا برضو اللي بيشجعني أكتر معايا أخويا طبعا الكبير أبو إسلام تمام ده بيزنس مان يعني فهو اللي هو اللي بيساعدني هو بيمولك يعني لا هو مش بيمولني لا تفرق هو بيسا بيسا بيساعدني بيشجعك مش آه. تشجيع بالكلام بس ولا بالماديات كمان لا لا لا, لا صحيح. بالكلام بالكلام وطبعا الفضل طبعا برضو يرجع للحج وللحج يعني طيب, طيب. الاستاذ محمد عايزين منك نفس الرساله اللي توجهها برضو نشوف رايك ايه ان انت توجه رساله للشباب اللي نفس الكلام بيقولوا احنا مش عارفين نوصل لحلمنا نفسنا نعمل ونفسنا نوصل بس مش عارفين توجه لهم رساله وتقول لهم ايه كل انا اقدر اوجه له رساله اقول له صدق نفسك ما تيأسش امشي في طريقك خلاص عرفت ان الطريق ده ولقيت ناس كبيره شجعتك فيه اصر على الهدف عشان توصل له خلي عندك اصرار وعزيمه لو الواحد فينا بقى عنده عزيمه ان هو عشان يوصل لهدف بامر من الله يوصل له لانه خلاص انا عندي هدف ان انا اوصل من هنا للترابيزه دي فانا مش قادر. لا اني قست ان جيت في نص الطريق وقست هقع مش هقوم تاني. لا اكيد. فانا لازم اخلاص هوصل. لازم يبقى عندي عزيمه واراده ان انا اوصل لهدفي والحلم. ان انا اوصل لحلمي. فربنا بيقدرنا ونوصل مع الناس ناس طبعاً. محترمه الاستاذ الله يخليك يا محمد كل مقتنع نصيب والاستاذ الله ومعلمي يا استاذ مصطفى بكري ما اقدرش اقول انا حييته في اول برنامج البرنامج وبحييه تاني الاستاذ مصطفى بكري كل الشكر والتقدير له المخرج الاكبر موهبه والاصغر سنا تحياتي استاذ مصطفى يعني انا بشكر استاذ محمد جدا على اللقاء الجميل وعلى الرساله الجميله وعلى بصراحه انت شاب نموذج كويس وطيب بجد يعني اشكرك يا استاذ محمد وبشكرك يا استاذ سعيد على الرساله الجميله دي وبشكرك على الاعمال اللي انت عملتها وبشكرك على حرق المفاجاه اللي انت حرقتها انت والاستاذ محمد الله يخليك. في المسلسل موفقين ان شاء الله باذن الله آه وان شاء رب العالمين يكون لنا لقاء تاني إن شاء الله. بعد اذاعه المسلسل ان شاء الله ده اكيد اكيد ووعد هيكون لنا أكيد إن شاء الله. آه لقاء مع الاستاذ محمد ومع الاستاذ سعيد ومع الاستاذ مصطفى بكري شرفنا ان شاء الله يكون معانا يكون معانا في بعد اذاعه مسلسل مستشفى 2020 وطبعا وصلنا لنهايه حلقه برنامجنا النهارده دردشه مع هند باذن الله لنا لقاء اخر الاسبوع القادم الساعه 12 انتظرونا